الحقيقة من اليوم الأول للعدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري واضح وضوح الشمس للعالم كله. وقف إطلاق النار، الدعوة لإدخال المساعدات بشكل عاجل، رفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. بالرغم من الدور الكبير والمجهود اللي قامت به الدولة المصرية في مفاوضات الهدنة الأخيرة والضغط على كل الأطراف في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة وحماية المدنيين من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أهلنا في القطاع، خرجت علينا مؤسسة إعلامية كبرى زي CNN بادعاءات وأكاذيب باطلة. هذه الادعاءات بتزعم ان مصر غيرت من شروط صفقة وقف اطلاق النار في اللحظات الاخيرة. ده في الحقيقة يعتبر سقطة مهنية كبيرة جدا من CNN اللي اعتمدت على مجموعة من المصادر المجهلة والمعلومات المغلوطة. طبيعي هذه التقارير المجهولة تؤدي في النهاية لعدم المصداقية، لأن العالم كله كان بيتابع من اليوم الأول وعلى مدى الشهور الماضية حجم الجهد المصري المبذول سياسيا وأمنيا لإنهاء هذا العدوان وإدخال أكبر قدر من المساعدات للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة. فكرة الاعتماد على مصادر مجهلة في موضوع مهم زي ده معناه أنه هذا الموقع بيرتكب جريمة مهنية وبيستهدف تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة. عشان كده دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قال امبارح أن المقال اللي نشره موقع CNN الأمريكي هو في حقيقته محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق ولا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا، بل أنه تحدى موقع CNN أن ينسب الادعاءات اللي نشرها لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة. ده معناه إيه؟ معناه أنه كل الكلام اللي اتقال في هذا المقال هو كلام مرسل، كلام بلا مصدر وبلا دليل وبلا معلومة حقيقية. حقيقة كان في تحرك إعلامي مصري سريع ومباشر، عشان كده هيئة الاستعلامات المصرية وجهت خطاب رسمي لموقع CNN بيوضح ويفند هذه الأكاذيب اللي اعتمد عليها المقال المنشور في الموقع، وطلبت الموقع بنشر الرد المصري فورا. فعلا استجاب موقع CNN ونشر أجزاء من الملاحظات اللي علقت عليها هيئة الاستعلامات. الحقيقة كمان أن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات قال أنه في حاجة مهمة جدا في هذا البيان، قال أن مصر لاحظت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأطراف بممارسة ما سماها لعبة توالي توجيه الاتهامات للوسطاء، مرة الوسيط القطري ومرة أخرى الوسيط المصري، واتهامهم بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم عليهم، وده من أجل التسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار وللحفاظ على مجموعة من المصالح السياسية الشخصية الضيقة لبعض هذه الأطراف والمحاولات لمواجهة الأزمات السياسية الداخلية اللي بتمر بيها. أحيانا البيان كمان قال أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين بالقطاع والأسرى بإسرائيل تم بناء على مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة للقيام بهذا الدور، وهو ما جاء نتيجة لإدراكهم مدى الخبرة والحرفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، خاصة وأنه لمصر تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس. وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بالتأكيد على أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بادعاءات مفارقة للواقع لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة اللي بيقوم بها في الصراع الحالي. في النهاية عايزين نقول إنه الدور المصري دور تاريخي الحقيقة من اليوم الأول، الانحياز المباشر للقضية الفلسطينية ورفض أي سيناريو ممكن يتعلق بتصفية هذه القضية، دور كمان مشهود ليه بالنزاهة من قبل كل أطراف المجتمع الدولي، دائما بيسعى لحقن دماء الفلسطينيين، وقف آلة الحرب الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى أهلنا في القطاع، بالإضافة طبعا إلى التأكيد على ثابت من الثوابت المهمة للسياسة المصرية القيام دولتين دولة فلسطينية، وكمان الحفاظ على الحقوق الشرعية الفلسطينية وإقامة دولة عاصمتها القدس على حدود 67. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.